بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي يوم 18/11/2022. وتعالوا نشوفوا اسعار الجاموس الوالد النهارده في سوق ابو المطامير. صباح الخير يا معلم احمد. معلم احمد بلح الله يبارك له ويصلح حاله، اكبر تاجر جاموس تقيل في سوق ابو المطامير. الله اكبر. والدين يا معلم احمد؟ والدين يا عم، صل عليك. والدين يا عم. طب خلفهم فين يا معلم احمد؟ خلفهم موجود يعني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. والثانيه هناك في العربيه بره، اللي في هناك في العربيه. بسم الله ما شاء الله، خلف ذكر يا جماعه، خلف النبي عليه. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله يا عم جاموس. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه، الله اكبر. ده فقد دي لبن يا معلم احمد، ديت فيها ثلاث وجبات. طبعا بقول ثلاث وجبات لبن. صباح الفل يا عم حاج، يا رقبه دي ان شاء الله. خليك مع المعلم احمد، الله يبارك لك. ثلاث وجبات لبن يا حبيبي، ثلاث وجبات لبن ما شاء الله. ثلاث وجبات لبن يا جماعه على ايدك يا معلم احمد. والله الله اكبر، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، يقلبوا دي مش بيركبوا دي. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل على النبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تنزل عنك يا احمد، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. انت نازل الناس، الله اكبر. ثلاث وجبات لبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. عامله كام الاولانيه يا معلم احمد؟ كيلو الشاشه 46000. بسم الله ما شاء الله، دبابات الجاموس الوالد مع المعلم احمد بلح الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. واللي هناك ده يا معلم احمد، ودي ب 37 وبيشتروا ب 40. 37 وبيشتروا ب 40. خلفها ذكر برضه، وراها ذكر وذكر من عيله. اللهم صل على النبي، الله يبارك لك يا معلم احمد. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه، الله اكبر. فرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه ثانيه يا معلم احمد؟ والله دول اللي موجودين، الله يبارك لك ويصلح حالك. نعم، فاضل من الحلول اثنين اللي فاضلين يا جماعه، تفاحتين عرض. هم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اخر حاجه في العرض التفاحتين دول، اللهم صل عليك يا نبي. طب ادينا الرقم يا معلم احمد. 0100 36 11 914. توصيل للمنازل يا باشا. نعم، توصيل ديليفري والتوصيل ديليفري كمان، الله يبارك لك يا معلم احمد. واجعل صباعك ابيض، اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله على الجاموس الوالد في سوق ابو المطامير يا جماعه، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.